بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. الساعة 6 الصبح، الشمس طالعة، الجو جميل. قلت اجاوب بقى على التعليقات اللي بتسألوني عليها، اتكلم باستفاضة اكتر من يعني وانا بكتب لكم وبختصر، لان بيبقى التعليقات كتير. في تعليق بقى بتقول لي كم وجبة في الصيام المتقطع لو هاكل في ساعتين؟ اهم حاجة عندي اقولها لك اني عشان توصلي ل 22 ساعة صيام لازم يبقى بقالك مش اقل من شهر صيام متقطع، ويكون عندك متأكدة كده ان انت بتاكلي اكل في كل العناصر الغذائية، فيتامينات ومعادن وفيتامين د مظبوط، الدنيا عندك مظبوطة. ده عشان كمان لو هتخسي يبقى جسمك اتعود على الصيام، فهيبقى انجاز، لان كده هتبقي في مرحلة الالتهام الذاتي وخلايا جسمك هتتجدد او خلايا جسمك هتتجدد، فهيبقى انجاز. ففي الساعتين بقى هناكل ايه؟ لو كم وجبة، او قلتيلي حاجة يعني تقريبا كم وجبة، لا كلي في الساعتين اللي تقدري تاكليه في الساعتين. انت مش هتقدري تاكلي كتير اصلا، لان هتبقى معدتك ابتدت تعودت او جسمك اتعود على انك يعني ما بتاكليش كتير. اهم حاجة مش كم هتاكلي قد ايه او كم وجبة، اهم حاجة البروتين والدهون الصحية تبقى موجودة في الوجبة، خضروات، سلطة، كل الحاجات اللي انا قايلها في الفيديوهات. اهم حاجة الفيتامينات والمعادن. السؤال التاني كاتبه لكم اهو، شايفين السكري النوع اول ينفع وصفة حب الرشاد؟ يا جماعة لما قلت لكم على فيديو حب الرشاد، انا باخد حب الرشاد بس باخده بطحنه مع بعض الاعشاب مرة او مرتين في الاسبوع. الوصفة دي انا جايبها لكم حد جربها لسكر نوع التاني. طب ايه المانع ان سكر نوع اول ياخدها؟ مفيش مانع، لا مادام هي بتظبط سكر الدم. وبالنسبة لسكر نوع اول، انا بس ليا رأيي فيه بناء بعد 3 سنين ونص او اكتر عرفت كل حاجة عن السكر. اي حد بياخد انسولين ما يصنفش نفسه سكر اول، ممكن يبقى اصلا البنكرياس بتاعه شغال لسه. اتأكدوا يعني الانسولين ده مش مفروض اخده الا لما يكون البنكرياس بتاعي خلاص وقف تماما وما بيفرزش انسولين. لكن طول ما انا البنكرياس بس حتى لو شغال بتقلي حتى لو 1%، في امل ان هو يجدد ويرجع يشتغل تاني بكفاءة ويتعافى. فارجوكم اي حد الدكتور يديله انسولين يتأكد هاخد انسولين ليه وانا عندي البنكرياس بيفرز انسولين بس مجهد او تعبان. فلو بقالك سنة 2 5 6 بتاخد انسولين، ممكن يكون لسه برضو في امل ان يكون البنكرياس شغال. انا معرفش ايه اسم التحليل، لكن انا ده يعني قناعاتي بالنسبة للسكر، مع ان انا كمان يعني من ضمن الحاجات حاسة ان احنا ما ده مش احنا ما بيبقاش عندنا مرض سكر، احنا بيبقى عندنا مقاومة انسولين، يعني لو عالجناها البنكرياس هيرجع يشتغل بكفاءة. طيب حب الرشاد بيرفع الضغط ازاي؟ حب الرشاد هيرفع الضغط؟ واغلب الناس انا ما اعتقدش ان حب الرشاد بيقلل البوتاسيوم او المغنيسيوم، وهي دي الحاجات اللي ضد الضغط. وبعدين اي حد عنده الضغط، طب ليه انت ليه عندك الضغط ليه؟ انا شايفه ان الضغط ده اسهل من السكر كمان، يعني انت من اول وجبه تاكلها، يعني انا قلت لك على وجبه دلوقتي او قلت لكم على وجبه، لو كلتوها قستوا الضغط بعديها هتلاقوا بقى اتظبط. طبق سلطه فيه كل الخضروات، بوتاسيوم ومغنيسيوم، كل حاجه كاتباها، المغنيسيوم فين والبوتاسيوم فين موجود على الفيديوهات في القناه. كل وجبه غنيه بالفيتامينات والمعادن، فيها مغنيسيوم وبوتاسيوم، طبق سلطه عليه ملح الهيمالايا، شريحه لحمه، سمك، فراخ، ايا كان، ويز ضغطك بعديها هتلاقي ضغطك اتظبط. مع الصيام المتقطع هتشفى تماما، لان الضغط اصلا اساسا بيبقى الصوديوم مرتفع ومهيمن على الشرايين، فبيعمل تصلب فبيعمل الضغط. فعلاج الضغط سهل قوي، صيام متقطع ومغنيسيوم وبوتاسيوم، ونظبط اكلنا هنشفى تماما من الضغط. ايه تاني؟
ضغط وسكر ووزن زائد. حبيبتي ضغط وسكر ووزن زائد ده كانت مشكلتي، كان عندي انا جالي الضغط وبعد اخر حاجه جات لي السكر، ربنا انعم عليا بيه وهو سبب تحول حياتي كلها وان اشفى تماما. فانت هتستفيدي بالصيام المتقطع. ما تعمليش يا ست زي او ما تعملوش زي ان انتوا تمنعوا كل حاجه 6 شهور، قللوها قوي، ما ترفعوش الانسولين، يعني دايما خلوا الانسولين يبقى محدود عشان ندي فرصه للبنكرياس يتعافى. يعني انت دلوقتي مجهد وتعبان وجريت لمده نص ساعه او جريته لمده نص ساعه، المفروض ده اجري تاني ولا اقعد ارتاح؟ هو كده البنكرياس مجهد. ده السكر، الضغط، الملح العادي بيرفع كله صوديوم. احنا ليه بنقول نغير الملح العادي بملح الهيمالايا او ملح البحر؟ لان الملح العادي صوديوم، صوديوم الصوديوم لوحده بيستفرد بقى بالشرايين. ان شاء الله اتبعي الصيام المتقطع، قللي، ظبطي الفيتامينات ومعادن، فيتامين د من غيره ما بنخسش، مهم جدا جدا فيتامين د اهو ببلاش. عارفين بقى اقول لكم على حاجه حلوه قوي، انا باصه دلوقتي لعين الشمس، ممكن الكاميرا توريهم عين الشمس؟ عين الشمس فيها كيمياء عجيبه بترفع المود جدا جدا، تحسوا الدوبامين عالي اللي هو هرمون السعاده. انا بتكلم طبعا انتوا مش شايفيني بس هتلف الكاميرا عليا. وشكرا للكاميرا. بصوا عشان بصيت في الشمس مش شايف اهو. ايه تاني؟ سؤال، كم طولك؟ انا تقريبا حاجه 160، مش فاكره بالظبط بصراحه. انا بوصل. احمد على فكره انت مش ملتزم، انا عارفاك انت معايا من بدري ومش ملتزم، معرفش انت بتهالي راجل طبعا، لان في ستات بتكتب اسم جوزها او اسم ابوها فبتلخبط انا في الحته دي. انت بتوصل للالتزام الذاتي انك بتصوم اكتر من 18 ساعه بس مش مظبط فيتاميناتك، فيتامينات ومعادن. ف عشان ما تيأسش من الصيام المتقطع، انا لسه عامله فيديو يا جماعه، التزموا بالحاجات بالنقط اللي انا قلتها في الفيديو، شوف الفيديو ده ازاي عشان ما نرجعش نيأس ونسيب الصيام المتقطع. احنا لو سيبنا الصيام المتقطع هنضيع. الصيام المتقطع الجوع عموما، لازم نجوع عشان الجوع ضد الشيخوخة، الجوع ضد المرض. انتوا عايزين ايه تاني اكتر من انك انت ربنا اداك فرصة تعيش شباب طول العمر وتعيش بدون امراض، ما تبقاش ماشي بشنطة ادوية. تقليل الخضروات دي ولا تقليل ايه؟ علاج التوتر والاكتئاب والضغط النفسي والقولون. القولون بيجيب التوتر والقلق، والقلق والضغط النفسي بيجيبوا القولون، الاتنين مرتبطين ارتباط وثيق ببعض. يعني الضغط النفسي ده بيعالج كورتيزول قوي فبيضرب كل حاجه في الجسم، يعمل قولون عصبي، ممكن يعمل قرحه في المعده، بيضرب الغده الدرقيه. التوتر بيبوظ الهرمونات. الضغط النفسي والتوتر ده علاجه الصيام المتقطع. ليه بقى؟ انا عن تجربه، انا كان عندي اكتئاب ومخنوق ما بطقش، ده انا دلوقتي بربنت في الكلام، ما كنتش بطيق اتكلم حد. فيتامين د اديني اتكلمت كتير بسرعه. فيتامين د والصيام المتقطع بيرفعوا الدوبامين بطريقه. امال انا دلوقتي الساعه 6 الصبح وفاي عماله اكلمكم وهزر ليه؟ من الصيام. الصيام يعني الجوع، لازم اجوع وهستمتع بالاكل وهناكل كل اللي نفسنا فيه بس نشفى الاول. التوتر والضغط النفسي، دي احنا في حياه، انا مش هقول لكم فيها يوم حلو ويوم مر، فيها حاجات صعبه وحاجات حلوه. وانا مريت بظروف صعبه وكنت حاسه ان انا مش قادره، بس قاومت نفسي على قد ما قدرت لاني لقيت الكورتيزول هيدمرني. فالتنفس العميق، نستعين بالله، ندعي ربنا، نستغفر، نتوسل لله انه يعني يشيل عننا، ونحمد ربنا على كل شيء، نتذلله.
علاج القولون برضو الصيام المتقطع مهم قوي. وعلى فكرة أي حد عنده قولون عصبي هو دكتور نفسه. أنا بعتبر القولون العصبي بالذات أنت دكتور نفسك. امنع العيش وشوف ارتاح، امنع السكريات وشوف ارتاح، امنع الخضروات، جرب الأكل، جرب الأكل مع الصيام المتقطع. القولون التقرحي نمنع السكريات والخضروات لأنها بتغذي الكانديدا. تقرحي يعني كانديدا غرزة في الأمعاء، في القولون، في الأمعاء الغليظة. المفروض البكتيريا بتبقى موجودة في الأمعاء الدقيقة بتروح الغليظة وتبقى وتتوحش بقى. الكانديدا دي موجودة عند كل الناس بس بتتوحش من المشروبات الغازية والسكريات، فلازم الصبر في علاجها.